اعاده تنظيم شركه اس او اس سويسلان حمله تحسيسيه للنظافه بمناسبه عيد الاضحى. هذا البرنامج هذا اللي هو هناك برنامج ديال جمع النفايات، برنامج استثنائي اللي غادي تفعله الشركه من اجل القضاء على النفايات اللي غادي تكاثر بمناسبه عيد الاضحى. وتوازي هذا البرنامج هذا حمله تحسيسيه اللي استغلت فيه الفرصه شركه اس او اس سويسلان من اجل تكريم العمال ديالها الذين يقومون بمجهودات متضافره. اذا الشركه في بدايه الحمله ديالها قامت بحفل تكريمي لهؤلاء الاشخاص وكنشكرهم جزيل الشكر. ستنطلق القافله ان شاء الله التي سنوزع فيها الاكياس البلاستيكيه على ساكنه مدينه ويسلان، وكذلك منشورات تحسيسيه في التعامل مع النفايات ديال عيد الاضحى واستعمال التعامل مع الحاويات خاصه في القاء يعني فرز محاوله فرز النفايات خاصه الرماد الحار اللي هو ربما سيسبب حرائق للحاويات وربما حرائق اخرى. كذلك استعمال ديال الاكياس البلاستيكيه فهي مخصصه للنفايات ديال الاضحيه وليست مخصصه لشيء اخر. اذا هذه الحمله هذه يعني غتكون هناك قافله بمشاركه الكل يعني المنتخبين فعاليات المجتمع المدني والشركه، لان هذه الحمله هذه تهم الكل. هذا اليوم تحسيسي حتى نشرح لباقي الاخوان ديالنا في مدينه ويسلان كيفيه التعامل مع يوم العيد وخاصه كيفيه استعمال الاكياس البلاستيكيه التي بلغ يعني عددها بلغت كميتها كما جاء على لسان مدير اس او اس بويسلان 2 طن من الاكياس. من هنا كنتمنى باش المواطن الويسلاني يتعاون مع هاد الناس ديال الشركه ديال اس او اس ويخرج يعني البقايا ديال العيد يعني في الوقت ديال المحدد حتى يتمكن باقي الاخوان ديالنا والعمال ديال النظافه من اتمام مراسم العيد مع الاهل ديالهم. جهود مجنده من اجل راحه سكان هذه المدينه، والان نبقى مع التكريم لمجموعه